رداً على قرار الاتحاد الأوروبي بحظر نشاط 3 وسائل إعلام روسية هي ريا نوفستي وإزفيستا وروسيسكا غازيتا، والذي دخل حيز التنفيذ، فرضت الخارجية الروسية قيوداً مضادة على عدد من وسائل الإعلام الأوروبية المسجلة في أراضيها. الرد المتماثل كما تصفه موسكو يكمن بحظر الوصول عبر الإنترنت إلى وسائل الإعلام الأوروبية من داخل الأراضي الروسية، خطوة عللتها الأخيرة بنشر معلومات غير صحيحة عن تقدم الجيش الروسي في مناطق العملية العسكرية الخاصة من قبل الإعلام الأوروبي. الجهات الإعلامية التي طالها القرار، وبالرغم من عدم وجود غالبيتها في روسيا، وصل عددها إلى 81 وسيلة إعلامية، ما يعني أن القرار يأتي كخطوة لقطع الطريق أمام عودة مياهها إلى مجاريها في المستقبل إلا بقرار سياسي. لذا أبقت موسكو الباب مفتوحاً، مشيرة إلى أن الجانب الروسي سيعيد النظر في قراره في حال رفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام الروسية.